يبقى غيبوبة البرودة. غيبوبة البرودة مين اللي بيشوفها؟ في انجلترا، في امريكا، في الحتت اللي فيها الجو ناقص، درجة الحرارة ناقص 15، ناقص 16، ناقص 20، يعني جو تلج برد. بيشوفوها امتى؟ ليلة الاجازة، يعني يوم السبت بالليل، عشان بيروحوا يسكروا وهو راجع ما بياخدش باله، هو حاسس انه دفيان، بس الجو ساقع جدا يجي له غيبوبه البروده. انا شفت حاله واحده فقط سنه 74. سنه 74 كان ابتدت المحلات اللي تعمل الاكل السريع تنتشر بعد حرب 73، جم فتحوا في مصر كتير جدا. فكان احد المحلات له ثلاجه في الهرم، له ثلاجه، ثلاجه كبيره جدا، ثلاجه قد الاوضه دي. فنسيوا فيها عامل، قفلوا عليه. كان في فيلم اسمه سوق الخضار، كان فريد شوقي وزكي رستم، اتقفل عليهم تلاجة، بس دي تلاجة موز بالغاز مش حرارة، دي تلاجة درجة حرارة واطية ناقص 25 ولا ناقص 40 حاجة كده، واتقفل عليه واتنسى جوه. ولما طلع ندهولي، كنت انا اياميها مدرس مساعد، وكان هو اللي ممكن استجيب، يعني ما كانش فيه موبايل. فرحت له بسرعه، لقيت اكبر غلطه غلطوها في حياتهم تسببت في وفاه المريض. تسببت في وفاه المريض. الغلطه اللي عملوها، عملوا ايه؟ دفوه. رحت لقيتهم حاطينه على الارض ومولعين نار حواليه عشان يدفى، فتوفى. لماذا؟ مشكله اللي برد ايه؟ مشكلة اللي برد ان المية طلعت بره الاوعية الدموية، السوائل اللي في الدم طلعت بره، فحجم الدم بقى صغير جدا، اي ضغط وطي. طب لما انت تدفيه، ما الاوردة هتوسع، على دم قليل ضغطه بقى صفر، ضغطه بقى صفر. واضحة دي؟ هو مشكلة اللي برد ان السوائل اللي في الدم طلعت بره، فحجم الدم بقى صغير. حجم الدم، احنا اساسا دمنا 5 لتر، بقى 2.5 لتر، اكيد ضغطه حيوط. طيب ضغطه واطي ورحت موسع الشرايين، ده مفيش دم فيه، فضغطه يبقى صفر وتوفى. عشان كده لما الاقي واحد منسي في ثلاجه، طبعا مش هنشوفها تاني، يعني نمره واحد ارجع الدم كما كان عليه بالمحاليل. الاول ادي محاليل، الاول بعد ما ادي محاليل ابقى دفيه، انما مش العكس. ودي اللي احنا رحنا، العمال هناك حسوا انهم عملوا جريمه. عشان كده بنقول لكل واحد، ما تتصرفش من نفسك، ما تتصرفش من نفسك. الطب عميق جدا جدا جدا، وله حاجات مش منطق. الطب مش منطق بتاتا، الطب والله ابعد ما يكون عن المنطق. اهو واحد نسف ثلاجة بالمنطق دفيه، لكن تدفئته تموته. عشان كده بندي محاليل، ثم دي مهمة جدا، نبقى ندفيه بعد كده. العكس تماما بقى، اللي هي لطشة الشمس او ضربة الشمس، دي بتبقى يعني مرض الى حد ما خطير شوية. طبعا لازم نخلي بالنا من اولادنا في المصيف، درجة الحرارة ساعات تبقى 42 والولاد واقفين في الشمس كده، نخلي بالنا منهم، لأن الغيبوبة بتاعتها برضو مش لطيفة، مش حلوة يعني.